السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للإخوان والأخوات متتبعين قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا. أتمنى من الله يكون كل شيء بخير وعلى خير. تحياتي لكم، أشكركم جزيل الشكر على التشجيع ديالكم والدعم لهذه القناة المتواضعة، وبارك الله فيكم. اليوم إن شاء الله بحول الله احنا عزلنا الضارة، هي الضارة غادي نهبطها إن شاء الله بحول الله من هذا الكوري للقرية فين كنسكن إن شاء الله. واحد ساعتين ديال الطريق ولا ساعتين ونص بحال هكاك، غادي نحاول نسجل لكم الفيديو ان شاء الله بحول الله باش تشوفوا الطريق اللي كندير ومنين كندوز. وتحياتي لكم وبارك الله فيكم. تشوفوا هادو هما النعاج الضارات ان شاء الله بحول الله. غادي نحاول نخرجهم انا دابا من هنايا من هذاك الحديده، وباش نحسبهم الى سخر الله نتوكلوا على الله بسم الله. كاينة 140 تبارك الله هنايا. دابا نمشي نهبطها الكوري التحتاني باش تبقى تاكل تما وتولد تما. توكلوا على الله. با 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 دابا عزلنا شي 140 على حساب هذه غتولد غير هذه السيمانه هذه، ومازال شي 200 اخرى ولا 300 بحال هكا. هاد الولاده ان شاء الله فيها ما بين 500 حتى ل 700. ركو ركو با 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 دابا يا سكوت 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 صوابي على بينك يبين حتى بينك يا روكو بعويدة. هذه مازال ما بدات كتوجد، بقى صغيرة. دابا ندير لكم عليها شي فيديو ان شاء الله بحول الله. هي التفاح راهم قرابي بداو يوجدوا، ما بقى لهم والو، واحد 15 يوم ان شاء الله وغاديين يبداو يجنيو فيهم. لكن هاد البعويده هادي بحال قاس هادو هاد العام شك حالت، ما نقدرش ندخل دابا حيت الا دخلت تمايا غاديين يتبعوني النعجات. بيناك ياك الركو بين تجري من وراهم بين هادو، ما خاصنيش يجري عليهم الكلب، خاصهم يجيو غير بشويه مع ضارات. بين بين بيناكي بين بيناكي عندكي بيناكي تن بيناك بيناكي بين بين زين زين. يلا وقف تما، كيتو 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 تري وقت يزين مالك كيتو. خاصو يجي من وراها، ما هي ضاره باش ما يجريش عليها، خاصها تجي غير بشويه عليها. ولا عيات ولا شي حاجه كاع نوقف بها، ماشي مشكل، تستراح عاد نتمشى انا وياه.
غاديه بشويه بشويه عليها تم غاديه وكترعه باش ما تعياش غاديه شبعانه. اول لوز هذا اللوز كاع كنلقطوه حنايا انا والاخ عبد الحق، علاش ما كيديهوش هنايا هذا اللوز؟ هذا عير ديال ربي، ملي كيوصل هنايا كيعطي عير بوحدو كنلقطو منو حنايا كتاكل منو الغنم. عندهم اللوز هنا موجود تبارك الله، هذاك الشيء كامل اللي تما يلوز نايض حدا الواد حدا الساقيه اللي دايزه قديم شويه هي، ولكن كاين هو اللوز زوين. تحياتي للاخوان والاخوات المحبين الغنم ومحبين قناه تربيه الغنم، تحياتي لكم، راكم عزاز وغالين. راني جبت الروكو اليوم، الرويو راه ضره رجلو، كانت ضارب ليا مع شي كلاب واقيلا جاو تمايا تهزوا وياهم. هادي دابا كلها غادي تولد جوج تبارك الله، هادي كامله غادي تولد جوج، كاينين شي وحدينات كاع اللي ولدوا ثلاثه تبارك الله. دابا عاد فين كاينه تمارة، مني كتبدا تولد الغنم عاد كتولي تمارة، ولكن مني كنكونو عير سارحين مكايناش تمارة بزاف والحمد لله. عير كنخرجوها ترعى كنبدلو ليها هاديك الشبكة، ولكن مني كتولد الغنم كتولد 600 ولا 700، كاين التعب ولكن الحمد لله. هادي هي الخدمة ديال الغنم، كاين الترضاع كاين الماكلة كاين الولادة كاين الصهير شويه يا تنوض بكري شي معطل للدار، لكن معليش الحمد لله كل شيء زين كل شيء في وقته حلو. هذا هو التوت سبحان الله العظيم، هذا التوت هذا هنايا كيقولوا ليه موراس، بسم الله زوين حلو وافر، هو فيه الشوك فيه الشوك بزاف، ولكن كاين هو التوت فيه الوان، فيه الكحل وفيه بحال الاحمر مازال ما طابش، مني كيطيب كيولي لك كحل بحال هكا، ومني كتاكلو كيخلي لك اللون في فمك زرق. تحيه لاخي طارق من هولندا عزيز عليه التوت ما شاء الله، تاحت لي الفرصه راني غادي نهبط للدارات وراني لقيت هنايا حدا الساقيه قديمة هذي سبحان الله العظيم ما فيها والو، هذي شرفات هاد الزيتونة هذي، هيا النعاش هما كياكلو في هداك الوراق ديال التوت، هما ياكلو الورق وانا ناكل التوت، زويون حلو زوين كيتباع هنايا في السوبر كيبيعوه، من كيوجد كيجيو الاسبان تا هما كيلقطوه من هنايا من المونطي. نوريكم واحد الربيعة احنا كنستعملوها في المغرب في القلعة، قلعة السراغنة بالضبط، ها هو التوت زويون نفطر منه سبحان الله العظيم، بارد وزوين. نوريكم واحد الربيعة، كاين البنات ما نعرف واش داكشي كيتسمع مزيان ولا لا، نوريكم هذا سميتو السمار، هذا كنقولوا ليه حنايا في المغرب السمار، مهم حنا في المنطقة فين كنسكن أنايا، هذا كيديه صحاب الشفنج، ملي كنمشيو نشريو من عندهم الشفنج الشفناجة كيزلقوا لينا فيه الشفنج وكيعقدوه سبحان الله العظيم. هذا هو السمار، هذا حنا كنقولوا ليه السمار في المغرب في المنطقة ديالنا، ولكن الله أعلم الناس في المناطق الأخرى أشنو كيقولوا لي. ها هو السمار، ما كتاكلوش الغنم هذا، ها هو في الآخر كيحشوه كيضربوه بواحد الماكينة وكيخليوه يكرم ولا كيشعلوا فيه العافيه. ونقلب لكم على الشيح ان شاء الله، تشوفوا واش كاين الشيح هنايا، الا ما كانش هنا غادي نمشي مني غنوصل للجبل غادي نقلب لكم على الشيح ان شاء الله بحول الله. هنا كيقولوا ليه طوميه الشيح، كنديوه نديروه في اتاي هنايا، ريحته زوينه. ها هو هذا هو الشيح، هذا الشيح هذا حنا كنديوه نديروه في اتاي، هذا عزيز على الغنم بزاف هذا، وفيه فوائد كبيره بالنسبه لينا حنايا
ومضاد الامراض الشيح. هنا كيقول ليه طوميو وكيديروا منه حتى العسل، كيغرسوه وكيربيو وسط النحل باش كيديروا منه العسل. با 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 يلا نمشيو، زيدو زيدو با با با. نحاول نوريكم هاد الفرفارات عن قرب، راني دزت قريب ليهم. هادو داروا معايا هاد العام، هادو كانت هنا الطاقه الشمسيه موجوده بحال هذيك اللي درت لكم عليها الفيديو. دابا داروا هاد الفرافر بزاف وبداو كيحيدوا في هاد البوطوات هادو من وسط البلادات، راهم بداو كيحيدوا فيهم باش ما يبقاش الضوء دايز من الارض. من هنا لقدام غادي يبقى الضوء غير كيتنقل وصافي، يتنقل بحال هاد الفرافر. هما كيجمعوا الضوء وهما كيجيو يهزوا منهم الضوء صافي وكيديو. مبارك الله فيكم. دابا انا وصلت للغابه، ها هي الطريق دايرينها من وسط الغابه باش كندوزو من وسط حدايا. البهيمات هما جايين بشويه بشويه عليهم. دابا حنا ضربنا شي ساعه ونص بحال هكاك. الله الجو بدا كيبرد عندنا فينا برا، هنا تبدل الجو. هاد الغابه هي اللي كنلوحو فيها النعاج اللي كيموتو هنايا على حسب النسوره. كاينه البلاصه لهي فين كنلوحو النعاج الميتين. عندنا الرخصه من البلديه باش كنجيبو النعاج اللي كيموتو، كنجيبوهم من النسوره كياكلوهم باش ما يبقاو جيعانين، حيت الا جاعوا غيقدروا يجيو وسط الغنم وياكلو. كاينين النسوره هنا بزاف وكبار. دابا ترتاح ليا الفرصه ان شاء الله شي مره نمشي تما نلوح شي نعجه ميته، وغادي يكونوا النسوره تما ونصورهم لكم ان شاء الله بحول الله. عارف الرسوم غادي مهودين لتحت يفهموا حتى همايا مولفين. دابا راه عارف الرسوم غادي للكرال مع دارات، راهم باغيين يمشيو باش يرتاحوا باش ما يبقاوش يمشيو في الخلا بزاف، يبقاو ياكلوا عامن حداهم الما حداهم كلشي حداهم. تحيه للاخوان والاخوات متتبعين قناه تربيه الغنم في شمال اسبانيا، كنحييكم راكم عزاز وغالين. مبارك الله فيكم على التشجيع ديالكم لهذه القناه المتواضعه. خليهم يضلوا شويه هنايا في الظل باش يرتاحوا شويه. انا اول مره ندز من هذه الغابه هذه خافت مني، خدمت مع هذا ودز طلعت الغنم من هنا وراني الطريق. قلت عندك هاي يخرج لي شي دب هنايا ولا شي ديب ولا شي حاجه عمرني ما شفتها، ولكن سبحان الله في امان الله وحفظه. دعوه هانيه دايرين الطريق، مصايبه البلديه محيده الشجر ومصايبه الطريق من هنايا. واخا هي كبيره ولكن الدنيا هانيه، ما تخاف ما فيها لا دياب لا والو. هاد الغابه هذه ما فيها حتى حاجه، فيها غير النسوره. هذوك النسوره كيكونوا لهي في واحد البلاصه راه من الجهه الاخرى، وهنا ما كايناش حتى الغزال. الغزال كاين الفوق فين كانت عندي الغنم دابا تمايا، مني هبطت هاد الدار هذه اول مره تما فين كاين الغزال. ولكن كاينين غير جوج غزالات هما اللي كاينين، هما اللي شفت انا من نهار خدمت هنايا هما اللي كنشوف. هذوك جوج غزالات اللي صورت لكم، راني خليت لكم واحد الفيديو قصير. هذوك جوج غزيلات هما اللي كاينين، العام اللي فات كانوا والدين كانوا اربعه ودابا بقاو غير رجات، ما عرفتش علاش. كل نهار كنمشي بكري تما مع ديك 6 ونص ولا هكا، مني كيكون الجو باقي بارد وكتكون باقا شويه الظلمه كنلقاهم خارجين كيرعاو. ما شاء الله نقايه الغابه ما فيهاش الربيع، ما عرفتش علاش. هنا ما كاينوش الربيع، هاد الشجر هذا واش ما كيخليش الربيع ينوض ولا حيتاش ما كيوصلش الماء هنا مع الشجر، والله اعلم. روكو اوندي باس بينا كاكي اجي لهنا بين جايين بشويه مساكنات مع بقالات. الغنم مني كتكون ضاره كتضعاف شويه، يا مع كتكون ضاره بجوج كياكلوا منها ولادها بزاف. هذاك الشيء علاش كنعزلوها هنا باش تمشي ترتاح، باش تبقى غير تاكل وجالسه باش ما تضعافش، خاصها ما تبقاش تمشى بزاف، بالاخص النعاج الكبارات اللي عندهم 4 سنين بحال هذه. دابا راه تكون عندها 4 سنين، هذاك الشيء علاش ضعافت مسكينه. هذه غتكون عندها 3 كرشه كبيره بزاف.
ولا غيكونوا عندها جوج كبار. انا نعزل يولدوا لي ثلاثه جوج عفوا وما يولدوش ثلاثه، حيت شي لو ولدت ثلاثه غادي كتولدهم صغار وخاصك تبقى حاضيهم وتبقى ترضعه، ولا ما رضعتيهمش ما غيعيشوش. الا ولدت لك جوج كتكلف بهم هي، يا كل واحد كيشد بلاصتو وكيرضعو مزيان وكيعيشو مزيان. برقو بين اجي لهنا بين بين، كيسقسيوني الاخوان والاخوات على حسب باش يتعلموا شي كلمات ديال الاسبانيه. هذا فيه واحد الريحه عجيبه، هذا كيقولوا ليه هنايا البينوس، هنا كيسميوهم بينوس. هي واحد الريحه زوينه، راه كاينه في واحد كيديروها في ريحات ديال الطوموبيلات. وصلنا بسلام الحمد لله. دابا هي وصلت عطشانه، راه مشات كتشرب تورد. ها هو السي عبد الحق، راه وسلم وسلم على الناس، سلم تحياتي. اش قال لك هذا الماكله غيجي ولا ما يجيش؟ ثلاثة صافي غتبقى هنايا ثلاثة. دابا ما نقدروش نديرو لها الماكلة حيتاش ما كاينينش هادو اللي غيجيبو لينا الماكلة. تحياتي لكم، أحبكم في الله جميعا، وما تنسوناش من الدعاء. بارك الله فيكم، واللي كيتفرج في هذه القناة المتواضعة أول مرة يتابونا عند أخو عبد الهادي راعي الغنم في شمال إسبانيا، والله يخلينا ديما ضاحكين. وكنبغي نوصل الميساج لشي الناس اللي كيعايرونا، علاش اخويا كيتعايرونا؟ مالناش درنا ليكم؟ ياك حنا عير خدامين والحمد لله، ما كنسرقوا ما كنديروا حتى حاجه. ما عجبكش اخويا الفيديو ديالي، ما عجبتكش هاد القناه هذه، ما تفرجش فيها وما تعايرنيش، شنو درت لك؟ اش بيني وبينك؟ وبارك الله فيكم وتحيه كبيره، ونتحابوا بعضياتنا مع بعضياتنا. شحال من واحد كيقول لي انت كذاب شفار، واش اخويا جيت دقيت لك في الدار واش فرطك؟ وانا بعيد منك بالكيلومترات، انت ما عرفت مين وانا مين وتعايرني، شنو درت لك اخاي؟ راه حتى احنا عندنا النفس، لا احنا عندنا النفس والحمد لله، راه احنا كاع انسان. ولا قلت شي حاجه في شي فيديو وبانت لك ماشي هي هذيك، ما تقولش لي كذاب ولا منافق. كتب لي يا اخويا قول لي راك درتيها غلط، وانا غادي نقول لك شكرا اخويا على التصحيح. احنا كلنا خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. انا ماشي كنبرر راسي كنقول لك انا راني مالك، ولكن عا ما تسبوناش. علاش اخويا كتسبونا؟ وتحياتي للاخوان والاخوات المحبين لقناه تربيه الغنم في شمال اسبانيا، وبارك الله فيكم جزاكم الله خير. انا ما كنعممش، هاشي اخوان اللي كيبقاو يعايروا فيا تمايا وصافي، فهمتي؟ وراه حنا عندنا نفس، راه ما كنبغوش نقولوا هادشي، ولكن راه بزاف اهو كذاب شفار مدلول. مالي اخويا، ياك انا خدام الحمد لله على وليداتي وعلى والديا. وتحياتي لكم، يلا الله يعاونكم، موجود ما يتهدر. السلام عليكم، بارك الله فيكم.